بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيختنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين، وبأسانيد والدتنا حفظها الله تعالى إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، وقال: يرحمكم من في السماء. وبأسانيد والدتنا حفظها الله تعالى إلى مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى للإمام المنذري رحمه الله تعالى قال: باب وجوب القراءة بأم القرآن في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي ختاج. قال: ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: الله مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال: باب القراءة مما تيسر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. حتى فعل ذلك 3 مرات، فقال الرجل: والذي بعدك بالحق ما أحسن غير هذا، علمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلواتك أو في صلاتك كلها. باب القراءة خلف الإمام. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر، فقال: أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير. قال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها. باب التحميد والتأمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. باب القراءة في صلاة الصبح. عن سماك بن حرب أنه قال: سألت جابر بن سامرة رضي الله عنه عن صلاة رسول الله، عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال: وأنباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها. باب في القراءة في الظهر والعصر. عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فيقرأ في الظهر والعصر بركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخرين قدر 15 آية، أو قال نصف ذلك، وفي العصر بركعتين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخرين قدر نصف ذلك. باب في القراءة في صلاة المغرب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أم الفضل بنت الحارث سمعت وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. باب القراءة في العشاء الآخرة.
عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي فيوم قومه فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة، فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف، فقالوا له: نافقت يا فلان؟ قال: لا والله، ولا آتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أخبرنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا أصحابنا واضحا نعمل بالنهار، وإن معاذا صلى معك العشاء، ثم أتى فافتتح بسورة البقرة. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال: يا معاذ، وفتان أن تقرأ بكذا واقرأ بكذا؟ قال سفيان: قلت لعمرو: إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال: اقرأ، أنه قال: اقرأ والشمس وضحاها، والضحى والليل إذا يغشى، وسبح اسم ربك الأعلى. فقال عمرو نحو هذا. باب النهي عن سبق الإمام بالركوع والسجود. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم من أمامي ومن خلفي. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. باب النهي عن رفع الرأس قبل الإمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام أن يحول الله صورته في صورة حمار. باب التطبيق في الركوع. عن الأسود وعلقمة أنهما قال: أتينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في داره، فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا. قال: فقوموا فصلوا. فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال: وذهبنا لنقوم خلفه. قال: وذهبنا لنقوم خلفه، فأخذ بأيدينا، فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال: فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا. قال: فضرب أيدينا وطبق بين كفيه، ثم أدخلهما بين فخذيه. قال: فلما صلى قال: إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم فعلوا ذلك، فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم صبحا، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم، وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجنح وليطبق بين كفيه، فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم. باب وضع اليدين على الركب ونسخ التطبيق. عن مصعب بن سعد أنه قال: صليت إلى جنب أبي، قال: وجعلت يدي بين ركبتي، فقال لي أبي: اضرب بكفيك على ركبتيك. قال: ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي، وقال: إنا نهينا عن هذا، وأمرنا بأن نضرب بلا كف على الركب. قال: ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي، وقال: إنا نهينا عن هذا، وأمرنا بأن نضرب بلا كف على الركب. باب ما يقال في الركوع والسجود. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستارا، والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وهو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. باب ما يقول إذا رفع من الركوع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد من السماوات والأرض وما بينهما، ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
باب فضل السجود والترغيب في الاكثار منه عن معدان بن ابي طلحه يعمله انه قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اخبرني بعمل اعمله يدخلني الله به الجنه، او قال قلت باحب الاعمال الى الله، فسكت ثم سالته فسكت ثم سالته الثالثه فقال: سالت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال ثوبان. باب الدعاء في السجود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. باب على كم يسجد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم في الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه. قال: في الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والرجلين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب ولا الشعر. باب الاعتدال في السجود ورفع المرفقين عن انس رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه بسط الكلب. باب التجريح في السجود عن عبد الله بن مالك بن بحينه. أنا عندي وأشار بيدي إلى أنفه، عندكم على أنفه؟ طيب. باب الاعتدال في السجود ورفع المرفقين عن انس بن عن انس رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه بساط الكلب. باب التجنيح في السجود عن عبد الله بن مالك بن بحينه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج يديه حتى يبدو بياض ابطيه. باب صفه الجلوس في الصلاه وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد في الصلاه جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، واشار باصبعه. باب الايقاع على القدمين عن طاووس انه قال: قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الايقاع على القدمين، فقال: هي السنة؟ فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. باب التشهد في الصلاة عن حطان بن عبد الله الرقاشي أنه قال: صليت مع أبي موسى رضي الله عنه صلاة، فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم: أقرت الصلاة بالبر والزكاة؟ قال: فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم انصرف وقال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قال: فأرم القوم. ثم قال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم. فقلت فقال: لعلك يا حطان قلتها. فقال: ما قلتها، ولقد رهبت أن تبكى عني بها. فقال رجل من القوم: أنا قلتها ولم أرد بها إلا الخير. فقال أبو موسى: ما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقل: اللهم ربنا لك الحمد، يسمع الله لكم. فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، فإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويركع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك، وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمني التشهد كما يعلمني سورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين،
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وفي رواية ابن رمح كان كما يعلمنا القرآن باب ما يستعاذ منه بالصلاة. عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قالت: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. باب الدعاء في الصلاة. عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي قال وفي بيتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، وفي رواية: كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك الغفور الرحيم. باب لعن الشيطان في الصلاة والتعوذ منه. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثة، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي. فقلت: أعوذ بالله منك 3 مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة. فلم يستأخر 3 مرات، ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله عز وجل أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم. باب التسليم في الصلاة. عن عامر بن سعد عن أبيه أنه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. باب كراهية أن يشير بيده إذا سلم من الصلاة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ما تومئون بأيديكم. وفي رواية: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، وإنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. باب ما يقال بعد التسليم من الصلاة. وعن وراد مولى المغيرة بن شعبة أنه قال: كتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إلى معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. باب التكبير بعد الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. باب التسبيح والتحميد والتكبير في دبر الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تماما: 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البع. باب الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله.
باب من أحق بالإمامة. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا بالقراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. باب اتباع الإمام والعمل بعده. عن البراء رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده. لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض ثم نتبعه. باب أمر الأئمة بالتخفيف بتمام. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيهكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائي الكبير والضعيف وذا الحاجة. باب استخلاف الإمام إذا مرض وصلاته بالناس. عن عبيد الله بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى، تقول: النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أو صلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا الإيمان في المخطب. ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوى فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: صلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا الإيمان في المخطب. ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوى فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: صلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا الإيمان في المخطب. ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوى فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قالت: والناس عقول في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء إلى آخره. قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا: يا عمر، صلي بالناس. فقال عمر: أنت أحق بذلك. فقال فقالت فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر، وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رأى أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، وقال لهما: أجلساني إلى جنبي. فأجلساه إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثت عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هاتي. فعرضت حديثها عليه، فما أنكر منه شيئا غير أنه قال: أسمت لك الرجل الآخر الذي كان مع العباس؟ قلت لا. قال: هو علي رضي الله عنهم. باب إذا تخلف الإمام تقدم غيره. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك. قال المغيرة: فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط، فحملت معه إداوة فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أخذت أريق على يدي من الإداوة، وغسل يديه 3 مرات، ثم غسل وجهه، ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه، فضاق كم جبته، فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة، وغسل ذراعيه إلى المرفقين، ثم توضأ على خفيه، ثم أقبل. قال المغيرة: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم. فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين، فصلى مع الناس الركعة الآخرة. فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسميع. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وأقبل عليهم،
ثم قال أحسنتم أو قال قد أصبتم، يغبطه من صلوا صلاة وقتها. باب ما يجب في إتيان المسجد على من سمع النداء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له، فلما دعاه فقال هل تسمع النداء بصلاة؟ قال نعم. قال أجب في فضل الجماعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا. باب صلاة الجماعة من سنن الهدى. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لقد رأيتنا وما يتقلب عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، إن كان المريض لا يمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. باب في انتظار الصلاة وفضل الجماعة. وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الرجل في جماعه تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجه، وذلك ان احدهم اذا توضا فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد لا ينهزه الا الصلاه، لا يريد الا الصلاه، فلم يخطو خطوه الا رفع له بها درجه وحط عنه بها خطيئه حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه ما لم يفدي فيه ما لم يحدث فيه. باب فضل العشاء والصبح في جماعة. عن عبد الرحمن بن أبي عمرة أنه قال دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده، فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. باب التشديد في التخلف عن صلاة العشاء والصبح في جماعة. وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اثقل صلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا، ولقد هممت ان امر بالصلاه فتقام، ثم امر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم او حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاه، فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. زاد في روايه ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدا، يعني صلاة العشاء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. باب الرخصة بالتخلف عن الجماعة للعذر. فيه حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه وقد تقدم في كتاب الإيمان. باب الأمر بتحسين الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف وقال يا فلان ولا تحسن صلاتك، ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف صلي كيف يصلي، فإنما يصلي لنفسه، إني والله لا أبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. باب في اعتدال الصلاة وإتمامها. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته، فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وعن انس رضي الله عنه انه قال اني لا انوي ان اصلي بكم كما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه، كان اذا رفع راسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، واذا رفع راسه من السجده مكث حتى يقول القائل قد نسي. باب افضل الصلاه طول القنوت.
عن جابر رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. باب الأمر بالسكون في الصلاة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة. قال: ثم خرج علينا فرانا حلقا فقال: ما لي أراكم عزين. قال: ثم خرج علينا فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون صفوف الأول ويتراصون في الصف. باب الإشارة برد السلام في الصلاة. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يسير، قال: قتيبة يصلي. فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال: إنك سلمتني فلو أنا أصلي. وهو موجه حينئذ قبل المشرق. باب نسخ الكلام في الصلاة. عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثق لهم معه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني، لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. ثم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسميع والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان، قال: فلا تأتهم. قال: قلت: ومنا رجال يتطيرون، قال: ذاك ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال ابن الصباح: فلا يصدنكم. قال: قلت: ومنا رجال يخطون، قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال: وكانت جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوالية، فاطلعت ذات يوم فإذا الديم قد داب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يسفون، لكني صككت أصكا. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: أتني بها. فأتيته بها فقال: لها أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: وقوموا لله قانتين. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. باب التسبيح للحاجة في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وفي رواية في الصلاة. باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتقطبن أبصارهم. باب التغليظ بالمرور بين يدي المصلي. عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. قال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. باب منع المار بين يدي المصلي. عن ابي صالح السماني انه قال: بينما انا مع ابي سعيد الخدري رضي الله عنه يصلي يوم الجمعه الى شيء يسره من الناس، اذ جاء رجل شاب من بني ابي معيط اراد ان يجتاز بين يديه فدفع في نحره، فنظر فلم يجد مساغا الا بين يدي ابي سعيد، فعاد فدفع في نحره اشد من الدفعه الاولى، فمثل قائما فنال من ابي سعيد، ثم زاحم الناس فخرج. فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي. قال: ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان: ما لك ولابن أخيك جاء يشكو؟ كما قال أبو سعيد رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نعله فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. باب ما يسر المصلي. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مثل مؤخرات الراحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضمه ما مر بين يديه. باب الصلاة إلى حربة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراه، وكان يفعل ذلك من سفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. باب الصلاة إلى الراحلة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها. باب المرور بين يدي المصلي من وراء الستر. عن عون بن أبي جحيفة أن أباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخرج وضوءا فرأيت الناس يبتذرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيء تمسى به ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أفرج عنزة فركزها، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. باب النهي عن الاختصار في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا. باب النهي أن يبزق الرجل أمامه بالصلاة. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى نخامه في قبله المسجد فاقبل على الناس فقال: ما بال احدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع امامه، ايحب احدكم ان يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فاذا تنخع احدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فان لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم قال: فتبل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. باب في التثاوب في الصلاة وكظمه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل، وفي رواية: فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. باب حمل الصبيان في الصلاة. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة ابنة أبي العاص وهي ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها. باب مسح الحصى في الصلاة. عن معيقب رضي الله عنه أنه قال: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى، قال: إن كنت لابد فاعلا فواحدا. باب تلك النخاعة بالنعل. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخع فدلك بنعله. باب عقص الرأس بالصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوب. باب الصلاة بحضرة الطعام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا الصلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. طيب، حصل فوت هنا، نقضي هنا نختم. باب من توضأ فأحسن الوضوء. عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن عثمان بن عفان دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات،
ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. وعن عمران أن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. وعن عثمان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء، ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلى مع الناس أو قال مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. باب إسباغ الوضوء على المكاره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم عليه. أحسن الله إليك شيختنا، وغفر الله لنا ولك وجزاك الله خيرا. الله يجزيكم ألف خير ويحسن إليكم، إن شاء الله يتقبل آمين. مننا. من فضل الله شيختنا، قرأنا حديث الرحم المسلسل بالأولية، ثم 70 حديثا من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري. هل تجيزين الإخوة إجازة خاصة بما سمعوا وعامة بجميع البقيات، وكذلك الأهل والأزواج والذرية والطلاب؟ أيوة، أنا قلت أجلتكم إجازة خاصة وعامة لجميع المرويات، وكذلك الأزواج والطلاب والأولاد، إن شاء الله الله يتقبل. آمين آمين. قبلنا وتشرفنا، رفع الله قدرك وأعلى منزلتك في الدنيا والآخرة، نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. الله يكون معكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.